وانتوا هناك جايز قلتوا محدش هيعبرنا محدش هياخدنا، اكيد اكيد الكلام ده زي اغلب المصريين زينا يقول لك هو حد يا عم بيضرب المصريين دول بره او كده، يمكن ده كان الحوار في الاول يعني. بالضبط يا فندم، احنا لما الفيروس بدا انتشاره لقينا السفاره المصريه من اول الدول عملت جروب على الواتشات، انشات جروب على الواتشات ودعت كل الطلاب وكل الباحثين المصريين الموجود في ووهان للدخول والانضمام للجروب ده. وبدا السفير محمد بدر، ان انا بوجه له بخالص الشكر والتقدير على مجهوداته معانا واعضاء السفاره بالاتصال مباشره بينا ومتابعتنا كل يوم. بعد كده بدانا نتكلم في موضوع الاجلاء، فما كانش عندنا ان احنا ممكن نصدق انه في اجلاء الا اذا فعلا الحكومه المصريه خدت يعني الطريق للاجلاء بصوره سريعه جدا. في حاليا حتى هذه اللحظه في دول كتير في ووهان ما اجلتش الطلاب بتوعها حتى هذه اللحظه يعني. ده صحيح. فبصراحه احنا بنشكر الحكومه المصريه، بنشكر السلطات المصريه، بنشكر السيد الرئيس.